ان شاء الله. نكمل مع بعض بقى اخر جهازين عندنا، جهاز السبكترومتري والكالوريمتري وجهاز الإليزا. يبقى كده خلصنا كل الاجهزه بتاعتنا. تعال نبدا بالكالوريمتري او السبكتروفوتومتري. الاثنين قريبين قوي من بعض يا اولاد، نفس الفكره يعتبر. طب الوركينج برنسبل بتاعهم ايه؟ كله ركز معايا. فكرتهم يا رب باختصار كالاتي: حضرتك ليه بتشوف الماده لونها ابيض؟ علشان بتعكس كل الضوء. الضوء الابيض بحاله اللي هو 7 الوان بيحط على الماده يعكسها كلها، فبتشوف اللون ده ابيض. طب ليه بتشوف اللون ده اسود؟ لانه بيمتص كل الضوء. يبقى في حاجه اسمها colored substance، المواد اللي ليها لون، بتعكس اللون بتاعها. اللون ده ازرق عشان بيمتص كل الضوء ويعكس لك الازرق، فالازرق بيقع على عينيك فتبص على الحاجه تحس ان لونها ازرق. يبقى الماده بتمتص ضوء وبتعمل ريفليكشن لضوء تاني. دي فكره يا اولاد جهاز الكالوريمتري او السبكتروفوتومتري. فكرته في ايه بقى يا دكتور؟ فكرته كالاتي يا اولاد: انا مثلا في محلول جواه 10 مواد. طب هنعمل ايه يا دكتور؟ وركز معايا بقى. ال 10 مواد اللي في المحلول ده هما محلول مثلا كده اكس كده اهو، وادي 10 مواد في المحلول. ايه اللي هيحصل؟ معروف ان المواد دي بتمتص الضوء الاحمر، فانا هعمل ايه؟ هسلط عليها ضوء. انا ما كنتش عارف مكان ماده، انا عايز احسب عددهم، عايز احسب عدد المواد دي، بس عارف مين بيمتص الضوء الاحمر. هسلط عليهم الضوء. طب بعد ما سلط عليهم الضوء ايه اللي يحصل؟ هيمتصهم كميه من الضوء على حسب عددهم. ما هم لو 10 هيمتصوا جزء معين مثلا، وليكن مثلا النص. طب لو 20 هيمتصوا كله، لو 5 هيمتصوا الربع. يبقى ده عدد امتصاص الماده او المواد دي، السامبل دي، للضوء يتناسب طرديا مع كميتهم. هم كتير هيمتصوا ضوء كتير، هم شويه قليلين هيمتصوا شويه قليلين. يبقى عرفت الكونسنتريشن بتاعت الماده منين؟ من كميه الضوء اللي امتصتها. وهو ده يا ولاد اللي اسمه بير لامبرت لو، قانون بير لامبرت. اللي هو بيقول لك ايه بقى؟ الابزوربشن بتاع اللايت الترانسميتد ثرو الميديا اللي انت مسلطه على الماده دايركت بروبورشنال تو الكونسنتريشن، يتناسب طرديا مع كميه المواد. وده البرنسبل وورك او الوركينج برنسبل بتاع الكالوريمتري، يعتمد ان الماده بتمتص الضوء وعلى حسب كميتها على حسب كميه الضوء اللي بتعدي. طب التجربه دي تمت ازاي يا ولاد؟ اول حاجه جبنا لايت سورس وخلينا الضوء يعدي على لينس، عدسه في اوضه صغيره كده اسمها مونوكروميتو، معلومه ليه اسمها مونوكروميتو؟ بيعدي على اللينس ده، اللينس دي بتجمعهم، هتجمع الضوء شويه اهو، يعدي على البريزم المخروط. المخروط ده يعمل ضوء ايه؟ للسبع الوان الاساسيه بتوعه، يصنف الضوء الابيض للسبع الوان الاساسيه بتوعه. وهنا فتحه سليت، ناخد الضوء اللي انا عايزه بقى، الازرق الاخضر الاحمر اي لون انا عايزه، واخلي الضوء يعدي على السامبل. الضوء اللي هيعدي على السامبل جزء منه هيحصل له ريفليكشن، وجزء منه هيحصل له ابزوربشن، وجزء هي هيعدي. واللي هيعدي ده هعمل ايه بقى؟ هشوف الديتكتور ده فوتو ديتكتور بيقيس كميه الضوء اللي عدت. يبقى ده بيقيس الترانسميتد لايت، الضوء اللي عدى. يبقى دكتور انا عديت الضوء اهو، مثلا خلينا مثلا في التجربه الاساسيه الضوء بيعدي. طب بعد ما الضوء عدى الماده امتصت شويه وعدت الباقي، هقيس انا الباقي ده في الكالوريمتري. هقيس انا الباقي، يبقى الماده امتصت شويه، المواد دي امتصت شويه، والباقي عدى، هقيس انا اللي عدى ده، يبقى هقيس الترانسميتد. طب ما انا لو معايا التوتال، ايه رايكم يا ولاد؟ لو انا معايا التوتال لايت ومعايا اللي هو الضوء ده شويه بيمتصوا وشويه بيعدوا، وعرفت عدد اللي بيعدوا، يبقى المجهول الوحيد ايه؟ اللي امتص.
طب والمقص ده هيفيدني في ايه؟ هيعرفني الكونسنتريشن بتاعت المواد اللي جوه. ده يا ولاد جهاز الكالوريمتري. طب انت يا دكتور في حاجه، جهاز الكالوريمتري بيقيس الامتصاص بس. يعني ايه يا ولاد؟ يعني الضوء بيعدي بمتص شويه والباقيين بيعدوا، فبقيس اللي بيعدي واعرف اللي امتص. ده الكالوريمتري بيقيس الابزوربشن بتاع السبيسيفيك كالرز، لان انا عديت من اللون الاحمر بس او اللون الازرق بس. يفرق ايه عن جهاز السبكتروميتري؟ جهاز السبكتروميتري نفس الفكره بتاعت الكالوريمتري، بس بيعدي الضوء بحاله بالسبع الوان. فلما يعدي الضوء بالسبع الوان، في ضوء هينعكس ريفليكتد، وفي ضوء ابزوربد، وفي ضوء ترانسميتد. هو بيقيسهم بقى كلها، بيقيس الترانسميتد والريفليكتد زائد الابزوربد بقى اللي موجود عندي. يبقى في الكالوريمتري يا دكتور انا بشتغل على لون واحد، لون واحد. انا عارف ان الماده دي بتحبه. في السبكتروميتري بمشي الضوء بحاله والضوء الابيض بحاله، واشوف الماده هتمتص انهي ضوء وهتعكس الباقي وايه اللي عدى منها. ده فكر جهاز السبكتروميتري والكالوريمتري. بيعتمد ان الماده بتاخد لون من امتصاصها، وكل ما زاد امتصاص السوليوشن للضوء كل ما كان عدد المواد جوه السوليوشن اعلى. ده في البيرز نمبر 2. طب هستخدمه في ايه يا دكتور؟ ايه استخدام السبكتروميتري؟ ما انا لسه بقول لك اهو، الكميه يا اولاد. كل ما كنا كتير كل ما هنمتص ضوء اكتر. يبقى الكونسنتريشن بتاعت ايه؟ والله الكونسنتريشن بتاعت المواد الكيميائيه شبه البروتين مثلا، الهيموجلوبين اللي في الدم، كميه الدي ان ايه والار ان ايه بالالترا فايلوت. بس بالالترا فايلوت بقى الضوء ايه؟ فوق بنفسجي، مش بس الضوء العادي. يبقى الكونسنتريشن كميه. تاني حاجه عدد. عدد مين؟ عدد بكتيريا. جبت لك مثلا يا ولاد عينه وقلت لك اعرف لي كميه البكتيريا اللي فيها عامله ازاي. هي مش البكتيريا يا ولاد بتعكر الميه، هي البكتيريا اللي موجوده دي هتخلي الميه ايه؟ معكره. فبيقول لك تربيتومتري. يبقى السبكتروميتري بيقيس البكتيريا اسمه تربيتومتري. يبقى انا عندي رقم واحد بقيس كميه مواد كيميائيه شبه البروتين، وجوه الخليه دي ان ايه وار ان ايه والالترا فايلوت. عدد البكتيريا. الويت الوزن. هل الموليكيولر ويت ممكن اقيسه بالكالوريمتري؟ ايوه يا ولاد. لو الموليكيولز حجمها كبير جدا، هل هتبقى شبه الموليكيولز اللي حجمها صغير؟ لا، اللي حجمه كبير هيمتص اكتر، اللي حجمه صغير هيمتص اقل. يبقى شطار الفرق برضه في الموليكيولر ويت. حلو. طب بعد كده فارماسيوتيكال كنترول البرودكشن بتاع السمول موليكيولز. مثلا انا المفروض اصنع ماده كيميائيه حجمها 40 نانو متر. جبت المادة بعد ما صنعتها وظبطت عليها الضوء، لقيتها بتمتص ضوء أكنها 50 نانومتر، يبقى أصغرها شوية كمان. أعد عليها الضوء، لا ده بقت 45، لا ده بقت 40، يبقى بتحكم في الويت بتاع المادة. في الويت بتاع المادة في تصنيع الأدوية. بص بقى أخيرا الريت أوف الإنزيم أكشن. إيه الريت أوف الإنزيم أكشن ده يا دكتور؟ كله ركز معايا. يا ولاد لو أنا انزيم بيشتغل على ماده اكس واي ويطلعها مثلا ماده زد، ده انزيم معروف ان هنا في 10 مواد اكس و10 مواد واي بيطلعوا 10 مواد زد. الضوء لما بيعدي على المتفاعلات بيمتص 50% منه. تمام؟ ماشي يا دكتور. طب الضوء لما بيعدي على النواتج بيمتص 25%، النص. حلو. طب وبعدين يا دكتور انا ايه فكره الكالوريمتري هنا او السبكتروفوتومتري؟ هيعمل ايه هنا؟ ركزوا معايا. حطيت المواد المتفاعله وحطيت الانزيم، حطيت الضوء خليت الضوء يعدي على المواد دي لقيته امتص 50%. خليت الانزيم يشتغل اديته فرصه دقيقتين، بعد دقيقتين عدت التجربه تاني وعديت الضوء على المواد اللي كانت موجوده لقيته امتص 25%. يبقى الانزيم ده هو حول كل المتفاعلات لنواتج خلال قد ايه؟ خلال دقيقتين. يبقى كده عرفت الريت، معدل شغل الانزيم بيشتغل كل قد ايه؟ والله الانزيم بيشتغل 10 مواد متفاعله خلال دقيقتين، بيحولهم لمتفاعلات. يبقى دكتور اول حاجه
يبقى بتمتص نسبة 50%، واحط الانزيم واستنى دقيقتين كده واعد التوتال عليها. الانزيم لو حول كل المتفاعلات لنواتج يبقى بيمتص 25%. يبقى انا كده الريت بتاعي ايه؟ دقيقتين، بحول المواد المتفاعله لنواتج خلال دقيقتين. يبقى كونسنتريشن تركيز، عدد ويت وزن، عدد تركيز والريت وفارماسيوتيكال. ده كده يا اولاد جهاز الكالوريمتري والسبكتروفوتومتري. الجهاز الثاني معايا جهاز الإليزا. الإليزا او لسه اي حاجه بقى انت انت وشقك معاها بقى. إليزا انزيم لينكد اميونوسوربنت اسيد. ايه ده؟ ايه يا دكتور الكلام ده بحال؟ بص يا الإليزا البرنسبل بتاعه بيعتمد على الاتي. بيعتمد على ايه؟ ان انا عايز اعمل ديتكشن للبيولوجيكال والكيميكال ايفنتس في السامبل بتاعتي. يعني يا دكتور مش فاهم حاجه من الكلمتين دول، هقول لك حاجه. تيجي على واحد معاك كده يقول له ايه؟ يقول لك انا عندي حساسيه من الفراوله. ليه يا عم؟ قال لك انا باكل فراوله من هنا يجي لي حساسيه. تمام، انا عايز اعمل ديتكشن بقى للحساسيه دي. اعمل ديتكشن للحساسيه دي ازاي؟ هي الحساسيه عباره عن ايه يا ولاد؟ الحساسيه ان الماده اللي بتعمل لك حساسيه دي بتبقى انتيجين. جسمك بيطلع ضدها انتي بودي. فبيحصل البيولوجيكال رياكشن او ايفنت اسمه انتيجين انتي بودي رياكشن. انا عايز اعمل ديتكشن لده بقى. فهعمل ايه؟ بص انا هعمل ايه؟ هروح جاي انبوبه صغيره اسمها مايكرو تايت بليت. مايكرو تايت بليت. واحط فيها ايه؟ واحط على جنبها هنا كده الانتيجين اللي هي الفراوله. اهي. حطيت الفراوله على الجنب وجبت انبوبه ثانيه وارفع الثاني اهوت. ونفس الكلام حطيت على الجدار بتاعها انتيجين. انتيجين اللي هو الفراوله. طب وبعدين اللي حصل؟ هجيب عينه الدم بتاعتك، مثلا في اثنين عايزين يعملوا العينه. حلو، جبت عينه الدم وحطيت الدم بتاعك هنا والدم بتاع واحد تاني هنا. لو حضرتك عندك حساسيه مثلا اللي هو نمره ايه ده، هو عنده حساسيه ونمره ايه ما عندوش حساسيه. اللي عنده حساسيه نمره ايه جسمه مكون انتي بودي. فلما احط الدم على الانبوبه الانتيجين اللي موجود على الجدار ده هيمسك في الانتي بودي. يبقى هنا في انتي بودي مسك فيه هنا كده اهو. انتي بودي مسك. هنا ما عندكش حساسيه، ما فيش انتي بودي مسك. بعد كده فرغت الايه؟ الانبوبتين. لما تيجي تبص الانبوبتين لقيت هنا الانتيجين محطوط وما فيهوش انتي بودي، وهنا الانتيجين والانتي بودي ماسك فيه. ده البيولوجيكال ايفنتس. طب يا دكتور هو انا كده عرفت منين بقى ان الانبوبه دي الانتي بودي ماسك في الانتيجين؟ وعرفت منين الانبوبه دي الانتيجين لسه زي ما هو مش حاجه مسكت فيه؟ ما هنعمل الحركه دي بقى. هنحط انزيم. الانزيم ده هو بيمسك في الانتي بودي. يبقى لو حطيت هنا الانزيم وحطيت هنا الانزيم هتلاقي الانزيم يمسك هنا اهو اهو. الانزيم مسك هنا اهو. مسك في الانتي بودي. اللي موجود هنا. وهنا ما مسكش وفضيت الكوبايتين، الكوبايه دي برضه هتفضل زي ما هي فاضيه ما فيهاش حاجه. ليه؟ لان ما فيش انتي بودي فالبنزين مش هيمسك، انما هنا البنزين مسك في الانتي بودي. طب بعدين يا دكتور هحط ان كلر سبستانس. مواد متفاعله ما لهاش لون. بيشتغل عليها الانزيم اللي ماسك في الانتي بودي ويطلع كارد برودكتس. بص 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 الفكره بقى. لو انا حطيت المواد المتفاعله اللي ملهاش لون وطلع لون، يبقى معنى ذلك ان حضرتك في انزيم. وادام في انزيم يبقى في انتي بودي لانه ماسك فيه، وادام في انتي بودي يبقى ماسك في الانتي يبقى في حساسيه. طب لو حطيت الماده المتفاعله هنا مفيش انزيم ماسك في حاجه، مفيش انزيم اصلا فمش هيطلع ناتج. بص بص بقى، الماده المتفاعله اتحولت كيميكال ايفنتس. حصل تفاعل كيميائي، حصل اتحولت لماده نواتج ليها لون،
يبقى فيه انزيم كان ماسك في انتي بودي ماسك في انتيجين. هو ده فكر الجهاز الإليسا. ازاي بتعمل ديتكت للكيميكال وبيولوجيكال ايفنتس موجود في السامبل بتاعك في المايكرو تايب بليت. طب اشخاص بايه يا دكتور او ايه استخدامات الإليسا؟ ما لسه قايل لك اهو انتيجين وانتي بودي رياكشن. اي حاجه بتعمل انتيجين انتي بودي يا ولاد. تسمع مثلا انا كان عندي فيروس سي وبعد ما عندي فيروس سي عملت بي سي ار عملت تحاليل لقيت عندي اجسام مضاده للفيروس. يبقى ممكن تقسم اجسام الفيروس بتاعت بكتيريا الفيروس يبقى بتعمل الانتي بودي بتاعت الفيروس. يبقى بتعمل دايجنوزس تشخيص للامراض سواء فيروس او بكتيريا او بارازايت او طفيليات. فيروس شبه الاتش اي في اللي هو الايدز والهيماتايتس، بكتيريا شبه الاتش بايلوري، بارازايت شبه اللايم ديزيز والتوكسوبلازموزس. التوكسوبلازما ديت يا ولاد بتبقى عباره عن دوله بتبقى موجوده في القطط. تسمع حاجه اسمها مرض القطط، يقول لك ايه البنت ما تربيش قطط عشان بيجي لها مرض بيعمل ابورشن بيعمل اجهاض مستمر. بتعمل دست والفود الرجي الالرجي موجوده. دراجز دايجنوزس دست وفود دراجز شبه الكوكايين. اعرف ان انت بتشرب كوكايين جسمك بيطلع ضده انتي بودي بيطلع حاجه الرجي عليها. طب بعد كده هرمونات شبه الاتش سي جي هرمون الحمل يا ولاد ممكن اعمل له ديتكشن بالإليسا برضه يبقى دي كان بيمسك في التايتل بليت بتاع في المايكرو تايتل دي. اخر حاجه انتي بودي ديزيز شبه مرض الروبيلا ده مرض بيجي بيعمل برضه ابورشن والكلام ده بحاله. او اوتو ميون ديزيزز. يعني ايه اوتو ميون ديزيز يا ولاد؟ مرض بيجي في المناعه بيخلي المناعه تتجنن وبدل ما تضرب الاجسام الغريبه تضرب جسمك على اساس ان هو جسم غريب. يعني معنى صاحبي ايه؟ بيجي على المناعه ويمحي الذاكره بتاعتها. المفروض المناعه ومعاها ذاكره تعرف شكل الجسم عامل ازاي. ده بينحلها الذاكره دي فتيجي على الشغل انت ماسك على المفاصل ايه ده؟ انت كائن غريب وتضربه وتعمل التهابات في المفاصل. ده اشهر حاجات من اللوبس حاجه اسمها اللوبس اللي هي الزبر الحمراء. تمام كده شطار؟ حلو. ده كده استخدام ايه؟ الإليسا. كده فهمنا فكره الإليسا والاستخدام بتاعه وبرضه في الفيديو هنكمل الانيميشن بتاعه وهتشوف الدنيا ماشيه ازاي. Here's how a spectrophotometer works. A lamp provides the source of light. The beam of light strikes the diffraction grating, which works like a prism, and separates the light into its component wavelengths. The grating is rotated so that only a specific wavelength of light reaches the exit slit. Then the light interacts with the sample. From this point, the detector measures the transmittance and absorbance of the sample. Transmittance refers to the amount of light that passes completely through the sample and strikes the detector. Absorbance is a measurement of light that is absorbed by the sample. The detector senses the light being transmitted through the sample and converts this information into a digital display.